يسعد مساكم وأطيب تحياتي إلى جميع متابعي برنامج من سيربح المليون وين ما كنتوا. أهلا وسهلا فيكم بهالبرنامج، وأول ضيف معنا بالحلقة هو من اليمن. بدنا نرحب يا أهلا وسهلا. مرحبا أهلا. قديش اشترك معي بالبرنامج ناس من اليمن وكلهم كانوا ممتازين متميزين، إن شاء الله تكون أنت. إن شاء الله. هو من اليمن ولكن مقيم في جدة، متزوج، عنده قديش قلت لي عندك أولاد؟ 10. 10 ما شاء الله، عندك ما عم لك 10. زعلون بعض الأحيان يدقون بقوارير المي. الله يخلي لك يا الله يخلي. بس لحتى أقول لك، مرة اشترك معي خياط ترزي يعني من اليمن، ربح 500,000 ورجع على اليمن وصار عضو بالبرلمان. هذا صحيح. جاهز نبدأ؟ إن شاء الله. مع الأخ من اليمن من سكان جدة في المملكة العربية السعودية، ومن سيربح المليون؟ السؤال الأول، العملة اليمنية هي درهم، مصارف هذه بنوك، دينار، ليرة، ريال. سامع فيها هذه؟ ما فيني أقول لك شيء، القرار بيدك. اولا قد فلسوا به، لا يوجد فيه ريال، فلسوا من كل حاجه، فلسوا بالاحتياطي 4 مليار دولار. يا اخي انتم اهل اليمن خطيرين. على كل حال فكر فكر منيح، يعني اليمن عندك 3 وسائل مساعدة، تتصل بصديق؟ نعم. نتصل بصديق. ألو. أيوة مرحبا. السلام عليكم أخ علي، معك جورج إرداحي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخ جورج. حياك الله. في معنى صديقك بحاجة لمساعدتك، فيك تساعده؟ إن حتى الرئيس يشتي مساعده، احنا رشحنا يساعدنا هو مش نساعده احنا، ولا احنا قد بنقاتل في كل جبهه. يا فخامه الرئيس احنا منتظرين لك تساعدنا انت، ولا احنا بعشان نساعدك. لا حد رواتب ولا حد وظائف ولا حد قدرنا نرجع بيوتنا ولا حد رجعت وانتو، الا اذا قصدك يعني نساعدك بحق المواصله كذا ناوي ترجع، فبشر والله بنفركها وارجع وما كفى واحد يكفي اثنين. امشي لا تطول الغيبه يا فخامه الرئيس. اسمعها مني يا فخامة الرئيس، إذا أنت ما أدري جاي وخليت الساحة أتفضل. أنا مسؤول على الشعب اليمني كله. سلم لنا على أهل اليمن وعلى أهل جدة. أنا موجود في الرياض. عم بتقول بالرياضة. أهلا وسهلا فيك. توقف هلأ لحظات للإعلان، خليكم معنا.